السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وحنوفيكم البطاطا بعد 3 أسابيع بالضبط من الزراعة، وان شاء الله حنتكلم عن اهم الخطوات اللي لازم تعملها خلال هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه خطوط البطاطا اللي اتمينا زراعتها، لاحظنا منكم. طبعا بالنسبة للناس اللي ما شدتش الحلقة ان شاء الله هتلاقي رابط الزراعة في صندوق الوصف. فطبعا مثل ما تلاحظوا بعد مرور تقريبا 3 أسابيع بالضبط، طبعا هذا شكل نبات البطاطا لاحظنا منكم. طبعا في نباتات ما زالت مستمرة في النمو بالشكل هذا. فطبعا خلال المرحلة هذه لاحظنا منكم قمنا بعزيق التربة، وطبعا العزيق مهم جدا جدا للبطاطا. طبعا أول حاجة حتى نهوي ساق النبات وكذلك نهوي التربة، وثالث حاجة إنه إحنا نقوم بإزالة الحشائش الموجودة بجنب الخطوط بالشكل هذا. وطبعا خلال المرحلة هذه ممنوع إنه إحنا نسمد بأي نوع من السماد، فقط بنكتفي بري البطاطا لاحظنا منكم بالشكل هذا. وخلال طبعا مرحلة أخرى إن شاء الله حيتم يعني حنزيد طبقات من التربة على سيقان النبات، لأنه طبعا النبات حيبدأ يكون في البطاطا. ولكن خلال المرحلة هذه لازم نهتم فقط بالعزيق وكذلك الري. طبعا بالنسبة لري البطاطا إحنا تمينا ري البطاطا كل 5 أيام فقط، وطبعا ممنوع كثرة الري، لأنه طبعا كثرة الري ممكن تساهم في تعفن سيق النبات وبالتالي النبات يموت. فحاول إنك تروي البطاطا كل 5 أيام فحتكون ممتازة جدا للنبات. لاحظنا منكم. طبعا ما شاء الله النمو ممتاز جدا، مفيش إصابات على الأوراق أو أي حاجة لاحظنا منكم. إن شاء الله حنتابع معاكم البطاطا خطوة خطوة مثل ما عودناكم في القناة إن شاء الله لغاية الحصاد. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.